أهلا بكم إلى السابعة وفيها. حفتر يقصف هون بعد أقل من 24 ساعة على قصفه الجفرة، وناطقه يصف المستهدفين بالقاعدة. أحد فروع المصارف في نالوت يشرع في تركيب منظومة تقي المواطنين مهانة ساعات الطوابير الطويلة. وأندية الفروسية في مدينة مصراتة تحتفي بانتصارات البنيان المرصوص بتنظيم سباق للفروسية. لم تمضي 24 ساعة على استهداف طيران حفتر مطار الجفرة، حيث قضى شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة، وما أكد وقوف حفتر خلف الحادثة خروج المسمار معترفا بوقوفهم خلف القصف مبررا إياه بوجود من وصفها بالجماعات الإرهابية، فيما قال أحد المدنيين الذين كانوا على متن الطائرة المستهدفة بأن ركاب الطائرة كانوا مجموعة من أعيان وحكماء مدينة مصراتة. لم تمضي الساعات 24 حتى أعاد حفتر الكرة وقصف قاعدة في هون هذه المرة، مستهدفا موقع كتيبة شهداء تجرفت التابع للبنيان المرصوص، ولم يسفر القصف سوى عن أضرار مادية حسب تصريحات آمر الكتيبة. فهل يعلن حفتر من خلال هذه الضربات حربه على البنيان المرصوص رغم انتصارها على تنظيم الدولة في سرت، أم أنها ضربات في اتجاه توطيد سيطرته على الجنوب الليبي، أم هي مجرد غطاء على فشله المستمر في بنغازي، أم هي كل هذه الأسباب مجتمعة؟ لقراءة هذه الضربات وتداعياتها ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة الباحث والأكاديمي الليبي السيد محمد إسماعيل. أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخيك. نعم سيد محمد إسماعيل، في البداية يعني قراءتك الخاصة للقصف الذي قامت به قوات الكرامة التابعة لحفتر لثاني مرة، خاصة وأن المسمار المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بعملية الكرامة برره بوجود عناصر إرهابية حسب قوله. تحية ليك أخي الكريم وتحية لي السادة المشاهدين. أعتقد أن المتابع للمشهد العام ستتضح له الأمور بكل أريحية. حفتر الآن كأنه يختار أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. هو صاحب مشروع واضح المعالم يدعو إلى السيطرة العسكرية والأمنية أولا، ثم ينتقل إلى الديمقراطية كما قال أكثر من مرة. يستعمل كافة الأساليب دون مغاربة في هذا الشأن، تدعمه دول إقليمية وتغض الطرف عنه دول أخرى لا تدين هذه الهجمات التي يقوم بها. فنراه الآن بكل وضوح يقصف طائرة تحمل عسكريين يقدمون واجب العزاء، ويخرج المتحدث الرسمي به ويصفهم بأنهم من تنظيم القاعدة. ولقد سبق لهذا الناطق الرسمي أن وصف قوات البنيان المرصوص بأنهم يتبعون تنظيم القاعدة، فهم إلى الآن متشبثون بحمل توكيل مكافحة الإرهاب، فإن لم يكن خصمهم داعش فهو في القاعدة، وهم يكررون ما فعلوه في مدينة درنة فيما سبق. فبعد أن قضت قوات أهالي درنة على تنظيم داعش وصفوا تلك القوات بأنها قاعدة، إذن هم ماضون في مشروعهم، مشروع أي عسكري طامح للسلطة وهو فرض القوة واستخدام القوة. فشاهدناه يقصف أمس، وشاهدناه بعد حتى بيان الاستنكار الباهت الذي خرج من المجلس الرئاسي الذي توعد نشاهد حفتر اليوم لا يلقي له بالا ويتحداه ويقوم بضرب كتيبة تجريفت، فهو ماض في هذا المشروع، ربما يحاول أن يتمدد أكثر فأكثر، وهذا يتماشى مع الوضع الحالي. طيب. الضعيف للمجلس الرئاسي، ويصدر نفسه بأنه هو الحل البديل لليبيا في الوقت الحالي. نعم. طيب سيد محمد، يعني هذه التهم التي يعني يرميها متحدثو الكرامة وعناصر ميليشيات الكرامة عن عناصر تتبع للقاعدة وعناصر إرهابية مرة أخرى، يعني إلى ماذا تشير؟ هل هي مجرد ربما تبرير لهذا القصف في لحظته، أم أن لها ما بعدها ربما؟ نعم هي لها ما بعدها، كل من هو ليس معهم فهو القاعدة، إذن مشروعهم الحرب على الإرهاب.
وهذا الكلام طبعا ليس بمنطقي، فتعلم لو كانوا من تنظيم القاعدة لقامت الطائرات الأمريكية بقصفهم، ولربما جلبوا إلى معتقل غوانتانامو كما هو معروف على الحرب على الإرهاب منذ 2001. فهو يستغل هذا الأمر تحت غطاء دولي وتحت تنسيق دولي لا يدين هذه التصرفات، ويسكت سكوت الإقرار والمقر لحفتر، وفي نفس الوقت يخرج ببيانات دبلوماسية تدعم المجلس الرئاسي وتحذر الأجسام الموازية وتحذر المعرقلين، ولكن لا يلقي بالا لما يقوم به خليفة حفتر أو البرلمان أو نحوهما، كأنه يقول لهم امضوا في مشروعكم. فهذا المجلس يتآكل يوما بعد يوم وأطرافه تتصارع وتتناثر، فأنتم امضوا في خطتكم ونحن سنوفر لكم هذا الغطاء الدبلوماسي بأن الاتفاق السياسي هو الحل وما إلى ذلك. لو كان هناك جدية من المجتمع الدولي لخرج بيان قوي من الدول الستة الكبرى أو من غيرها بإدانة ما حدث أمس، خصوصا وأن المعتدى عليه بشخصيات عسكرية ساهمت في القضاء على داعش في سرت، فشخصية مثل شخصية إبراهيم بيت المال تفقد فيها يده أمس، لا يمكن أن يكون هذا الرجل من تنظيم القاعدة ولا يحسب عليه في هذا الشأن. هذا تواطؤ واضح من المجتمع الدولي، والأغرب هو الموقف الباهت لأعضاء الرئاسي الذين لا يملكون إلا البيانات، وحتى البيانات حتى البيان الذي صدروه أمس لم يحددوا الجهة التي قصفت، مع أنهم توعدوا وهددوا ونحوها. نعم أخي الكريم. نعم. طيب سيد محمد، يعني إذا ما تحدثنا أن خليفة حفتر في ظل كل ما يقوم به الآن وعدم حسمه للمعارك في الجبهات التي يقوم بفتحها، يعني لماذا يفتح عدوات جديدة وجبهات جديدة مع قوات البنيان المرصوص التي انتصرت على تنظيم الدولة في مدينة سرت وأنهت القتال بجدارة في وقت قصير جدا ويشهد العالم بذلك؟ يعني ما الغرض من خلق عدوات مع مدينة معينة، مع جهات معينة، مع أيضا مدنيين كانوا في واجب العزاء في منطقة الجفرة؟ ما الاستفادة؟ نعم، هذه ربما عقلية العسكري والاستحواذ الكامل، رفض الشراكة ورفض التحالف. من كان معي لسان حاله يقول من كان معي في مشروعي العسكري فهو معي، أما غير ذلك فلن يقبل به. فهو اليوم وأمس يستخدم قوة السلاح لإرهاب الجميع، ولكن ربما تكون هذه رب ضارة نافعة، لعل الفرقاء بالمنطقة الغربية وغيرها من الأحرار في كافة ليبيا يتفطنوا لهذا الأمر، وأنه لا مجال للصلح مع مثل هؤلاء، فيدهم الممدودة التي طالما امتدت طيلة الأشهر الماضية اتضح أن السلم هنا في غير موضعه. ربما هنا سيلجؤون إلى تنظيم صفوفهم وإعداد قوتهم من جديد للدخول في حرب. فهذا موقف واضح من قصف أمس واليوم، أنه لا خيار لخليفة حفتر معه إلا خيار السلاح، وأنهم يرفضون الأيدي الممدودة في هذا الشأن. طيب في سؤال أخير سيد محمد، يعني سابقا كان غض الطرف عن ما يقوم به خليفة حفتر من جرائم يعني تدرج تحت مكافحاته للإرهاب وربما لمنحه وقت، إلى حين مرت أكثر من سنة اليوم على الاتفاق السياسي، واليوم حفتر يواجه جهات ربما يعلم العالم أنها ليس لها علاقة بمنظمات إرهابية، وقامت دول والمجتمع الدولي ربما بدعمها في حربها على تنظيم الدولة. لماذا يستمر المجتمع الدولي و هذه البيانات التي ذكرتها الباهتة من قبل أعضاء المجلس الرئاسي في دعم خليفة حفتر حتى الآن، وأصبح يواجه ربما جهات واضحة أنها ليست ربما تتبع لعناصر إرهابية؟ نعم، ربما بعد التغير الأخير الذي حدث في سوريا والدعم الروسي الواضح وزيارات خليفة حفتر إلى روسيا وقدوم ترامب الأخير والمراهنة على أن ترامب هو حليف لروسيا، ربما يكون هذا ما يدور في الخفاء بإطلاق يد خليفة حفتر، وأن خليفة حفتر هو الذي يستطيع أن يعيد هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة في ليبيا تحت قيادة رجل واحد. ربما يكون هذا الرهان في الوقت الحالي، جربوا المجلس الرئاسي طيلة 9 أشهر الماضية ولكن المجلس الرئاسي فشلا ذريعا، فنحن نشاهده أنه يعجز حتى عن اتخاذ قرارات التعيين، شاهدناه أول أمس
لأول مرة يعين رئيس للأركان وقوة مكافحة الإرهاب ونحوها، فكيف لمثل هذا المجلس أن يتحكم أو يسيطر في البلاد؟ وشاهدنا استقالة الكوني، والذي اكتشف مؤخرا أنه لا أحد يحكم في ليبيا، فربما يكون رهان المجتمع الدولي أو تغيير تكتيكاتهم هنا إلى دعم الناحية العسكرية وإلى دعم خليفة حفتر بالإجمال لبسط سيطرته في هذا المجال والاقتداء بما حدث في سوريا في هذا المجال. أقول ربما، وهذا مجرد تخمين أخي الكريم لما نشهده اليوم. نعم، وصلت هذه الفكرة. شكرا جزيلا لانضمامك معنا الباحث والأكاديمي الليبي السيد محمد إسماعيل، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل. أحد فروع المصارف في نالوت يشرع في تركيب منظومة تقي المواطنين مهانة ساعات الطوابير الطويلة. أهلا بكم من جديد. بعدد حسابات يتجاوز 9000 حساب جار للمواطنين، يعتبر فرع مصرف الجمهورية بمدينة نالوت أحد أكبر المصارف بين مناطق جبل نفوسة. وفي اجتهاد للتخفيف من حدة أزمة نقص السيولة التي تضطر المواطنين للاصطفاف في طوابير ولساعات طويلة، اجتهد فرع المصرف في تركيب منظومة إلكترونية تدعى فليكس كيوب، حيث تعمل هذه المنظومة على تسريع صرف مرتبات المواطنين. أهم ما يميز هذا النظام هو إمكانية تنفيذ السحب عن طريق أي فرع دون الرجوع إلى الفرع الذي به حساب الزبون، بحسب ما أكد رئيس فريق تركيب المنظومة المهندس عادل الشريف. أما رأي مدير فرع المصرف بنالوت وراء المواطنين في كفاءتها، فهو ما رصدته كاميرا السابعة من داخل مدينة نالوت. نحاول نسقوا ضمن برنامج المبلغ اللي يجيب، نحاولوا أن نقسموه لعدد الحسابات. حاليا تو جانا 1,000,000 حساب، وحاولنا كيف نسقوه بحيث ياخذ الزبائن كل يتحصلوا على المبلغ، لعلهم كل زبون ما يحقق 140 دينار. إذا استمرنا بالطريقة هذه والفرع مفتوح حاليا وماشيين بالطريقة هذه، وإن شاء الله نجي تحسن الأحوال في المدة القادمة إن شاء الله، حسب ما سمعنا مقابلة مع السيد مصباح العكاري رئيس مجلس الإدارة مصرف الجمهورية أن في تحسن سنة 2017 إن شاء الله خير يعني. بالنسبة للنقطة هذه، منظومة في الإسكوب هذه مربوطة من مصرف الجمهورية لحوالي تقريبا يوصل 100 فرع من اللي مربوطين طبعا. عملية تنظيمية كويسة يعني، من ناحية تتوزع المبلغ اللي يجي يتوزع على الزباين، لكن كان ناحية المبلغ ما يكفيش يعني. نتمنى يعني المصرف ان يزيدوا في المبلغ يعني. والله خطوة جيدة جدا، والنظام ويتم توزيع مبلغ 140 دينار لكل زبون، والإجراءات بكل سهولة، ونسأل الله التقدم والازدهار للمصرف وللزبائن، وإن شاء الله الانفراج للأمور كلها يعني في ليبيا إن شاء الله. حول أوضاع سكان مدينة نالوت، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المكتب الإعلامي ببلدي نالوت السيد طارق العزابي. سيد طارق، أهلا بك. أهلا بك أستاذي، وأهلا لكل مشاهدي ومستمعي قناة النبأ. نعم سيد طارق، نعم تفضل. نعم نعم، أشكركم على إتاحة الفرصة لتوضيح أكثر مما تعانيه مدينة نالوت وكل المناطق الجبل ومناطق بها بالتحديد. نعم سيد طارق، في البداية يعني اليوم كل المدن الليبية وأغلبها تعيش ربما أزمة في السيولة وطوابير طويلة أمام المصارف، كيف يبدو الوضع داخل مدينة نالوت؟ كيف يبدو وضع السيولة والمصارف وأيضا السقف المحدد من قبل المصارف؟
نعم، كما أشار مدير مصرف الجمهورية فرع نالوت بأن كما تفضلت أخي وزميلي بأن المشكلة ليست في مدينة نالوت وفقط بل في كل المدن الليبية. ألقت أزمة نقص السيولة في المصارف الليبية بظلها على مجمل الوضع الاجتماعي في مدينة نالوت، ويعني من خلالها الأزمة سببت مشاكل عديدة. يعني المواطن لم يجد حتى شنو بياكل ولا شنو بيصرف في هذه الظروف القاسية، وكيف ما نعرف بأن الوضع الحالي وضع الراهن يمر به ليبيا صعب جدا يعني، ونعرف بأن المناطق الدواخل ليست كمناطق الثانية الكبيرة في التعداد السكاني. يعني مناطق الدواخل تعاني أكثر من العاصمة أو المناطق الأخرى. نعم. فمدينة نالوت الفترة القليلة الماضية كانت منعدمة بشكل تام السيولة في هذه المصارف وفي مدينة نالوت بالتحديد، وكيف ما نعرف بأن مدينة نالوت هي الأكبر مدن مناطق جبل نافوسة، وأكيد حيكون فيها التعداد السكاني، وحتى زباين المصارف اللي موجودة في مدينة نالوت ليس مقتصرة على أهالي مدينة نالوت فقط، بل حتى المناطق المجاورة. يعني فيه بعض من الناس ومن منطقة تغدامس عندهم حسابات مصرفية في مدينة نالوت أو في المصارف مدينة نالوت. نعم. فهذه سببت مشاكل يعني بشكل كبير، يعني فيهم يعني مرات من ثلاثة شهور المصارف ما تفتحش نهائيا، ما فيهاش السيولة نهائيا، منعدمة يعني. نعم. الناس يعني يدوبك ما تلحق وتحصل وتدبر روحها ان هي كيف بتوكل صغارها. طيب. يعني وصل الحال بينا يعني حتى بدت المحلات التجاريه بتعطي عن طريق الشيك. يعني هنا السؤال يعني سيد طارق، هذا يقودنا الى السؤال، يعني في مدينه طرابلس مثلا بعض المحال التجاريه قامت بتسهيل عمليه الشراء عن طريق البطاقات التي حددها المصارف وما يعرف بنقاط البيع، هل من يعني محال في مدينه نالوت قامت بهذه الميزه ربما للمواطنين؟ نعم، هذيك نقاط البيع موجودة في طرابلس أو المدن الأخرى، لكن للأسف في مدينة نالوت المصارف الموجودة فيها أو العاملة فيها ما فيهاش نقاط البيع أو كيف ما أشرت لها، يعني مش موجودة. فهذه تعتبر مشكلة وأعاقت حتى كاهل المواطن. يعني كيف ما أشرت لك فيه بعض المحلات التجارية فترة من الفترات تأخذ بالشيك، لكن فترة من الفترات ما عادش تقدر أن هي تأخذ بالشيك بظروفها الخاصة اللي تمر بها أكيد المحلات التجارية. نعم. كيف ما أشرت لك يعني فيه وصل بينا في مدينة نالوت ثلاثة شهور ما فيهاش سيولة نهائيا يعني، وزيد على ذلك الانقطاع للمياه الشرب عن مدينة نالوت أو المناطق المجاورة، أيضا عندك نقص في المحروقات، وخاصة كيف ما نعرف بأن مدينة نالوت في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة، تصل يعني كيف ما نعرف اليوم وصلت درجة الحرارة إلى 2. نعم. يعني وعندك من الساعة 2 للساعة 6 الانقطاع الكهربائي عن مدينة نالوت، يعني تعتبر هذه مشكلة من المشاكل اللي تعاني منها أكيد مدن ليبيا أو ليبيا بشكل عام، لكن فيه مناطق أخي الكريم يعني المشاكل أو الأزمة اللي صايرة في ليبيا تعاني منها أكثر من مناطق أخرى. نعم، شكرا لانضمامك معنا سيد طارق العزابي مدير المكتب الإعلامي ببلد نالوت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. أندية الفروسية في مدينة مصراتة تحتفي بانتصارات البنيان المرصوص بتنظيم سباق للفروسية. أهلا بكم. لأن انتصار البنيان المرصوص في معركة سرت عمل يعكس الفروسية بأخلاقها وشجاعتها، نظمت عدد من أندية الفروسية بمدينة مصراتة سباقا للفرسان كتحية تكريمية لفرسان البنيان المرصوص، كما يقول المنظمون من خلال سباق لعدد من فرسان تلك الأندية. لا
هذا الاحتفال يقام في نادي شهداء الإعصار الفروسية اللي أصر أن يستضيف هذا الاحتفال، والاحتفال يقام بمناسبة انتصارات قوات البنيان المرصوص على تنظيم الدولة الإرهابي، ولإضفاء شيء من البهجة والسرور إلى قواتنا التي رجعت من مدينة سرت بعد الانتصار. يشارك في هذا الاحتفال أندية مدينة مصراتة، أصروا على إقامة هذا المهرجان من رغم أن الأجواء لا تلائم الفروسية وأن الموسم يعتبر انتهاء بالنسبة للفروسية، لكن أصروا أن يقيموا هذا الاحتفال، وبإذن الله إن شاء الله حضور كويس، وأندية مصراتة أبت إلا أن تشارك قوات البنيان المرصوص احتفالها. سيتم بإذن الله تكريم كل من ساند قوات البنيان المرصوص من شلاع جو، من مجلس عسكري، من حراير مدينة مصراتة، مستشفى الطوارئ، المستشفى الميداني، سيتم تكريمهم يوم غدا بإذن الله تعالى، وسيتم تكريم الأندية المشاركة والجهات التي ساعدتنا في هذا الاحتفال إن شاء الله. ديما لا لا وين يوم تعال جاي أول جاي أول جاي السابع انتهت إلى اللقاء.